أهلا بكم. توجهت سفارة الفلبين في الرياض بالشكر إلى رجلي أعمال سعوديين دفع دية تقدر بربع مليون ريال لإنقاذ وافد فلبيني كان يعمل لديهما من القتل حدا لدهسه مقيما هنديا. وبحسب صحيفة عرب نيوز فإن رجلي الأعمال السعوديين دفعا قيمة الدية التي طلبتها عائلة المتوفى الهندي، ما جعل المحكمة ترسل خطابا إلى إدارة السجن المحتجز فيه المقيم الفلبيني ليتم إطلاق سراحه وإسقاط تهمة القتل الموجهة إليه. يذكر أن المقيم الفلبيني كان يقود شاحنة بمحافظة الرس عندما دهس مقيما هنديا كان يمشي في الشارع، أدى إلى وفاة الأخير في الحال.